بثالث يوم من أيام الماراثون، اليوم يوم العائلات. نحن موجودين مع مجموعة قدام باب الحديد، عم نشرح لهم هلأ إشي هي باب الحديد والمعبر. اليوم الأولاد موجودين والأهالي. إن شاء الله ضيافة خواتمي. مرحبا، شو صار لك هون؟ والله أنا مالي لخواتمي، أنا مأمن أماني بالمحل. مأمن، شو صار لهم هنين هون؟ صار لهم 90 سنة. 90 سنة بعملوا حلاوة، هون محل العمل؟ يعني هون بيشتغلوا لا كمان؟ لا، في عندهم معمل بالشيخ نجار. بالشيخ نجار وبينزلوا لهون، كثير كويس. ومن 90 سنة هنين هون بهالمنطقة؟ 90 سنة أولاد مصلحة. أولاد المصلحة، إيش أنواع الحلاوة الموجودة؟ في عندي حلاوة شوكولا، وفي عندي فرجيني حلاوة العادية السمسمية. هاي الحلاوة العادية. هاي العادية. وهي بالشوكولا؟ هاي بالشوكولا. بس معقول حلاوة بالشوكولا؟ بالشوكولا المرة كمان. المرة كمان. ما بالكاكاو يعني. ماي بالكاكاو، بالشوكولا المرة. في عندي فستق حلبي. حلاوة بالفستق الحلبي، حلو كثير. دبس رمان، فرجينا دبس رمان. هاي أنينة دبس رمان. وهذا أنينة دبس عنب. دبس عنب؟ أيوة. وهذه عندي زيت سيرج. زيت سيرج، لا إيش بستعمله؟ مشان سالي، مشان وجع صدر، مشان إن شاء الله عم بستعمله كمادة طبية. أيوة. هلا الحلاوة إيش هي بالنهاية؟ يعني إشي تمسك طحينة وسكر. طحينة وسكر بس هيك. يعطيك العافية. وفي إقبال، الناس عم تجيب تشتري مثل عادة. أكلة شعبية. أكلة شعبية. قديمة كتير. شفت هالشبيبة وهالناس اليوم المجتمعين، إيش رأيك؟ كويس. رايحين لوين بتعرفي؟ لا والله. على القلعة. من راح من هون على القلعة؟ ايه قلعة من على اليمين. من على اليمين جواني يعني. مو نطلع لجب القبة. هيك على الألعاب مباشرة. هذا الخواتمي المرحوم، صاحب المحل. صاحب المحل. يعطيك العافية. بس دقيقة هذه بس دقيقة. آخر صورة خلوكم. يلا كمان عملوا له هيك للفريق. أنتوا ببث مباشر على الفيسبوك هلا، فإذا بتحبوا تقولوا كلمة حلوة شغلة. يلا عم نصوركم أنتوا على الفيسبوك هلا كلياتكم. يلا سلموا على الناس يلي عمال بيشوفوكم. هلا في ناس بألمانيا عم بيشوفوكم وبأمريكا عم بيشوفوكم. لوين رايحين؟ على القلعة. على القلعة. يلا على القلعة. على القلعة. حلو. يلا. حلو حلو حلو. يلا تفضلوا يا جماعة. يلا. حلو كتير. يلا. يلا. يلا مرحبا. سوها شاد عمرو 7 شهور. اسمه جانو. اجا لايك هلا كثير حلو. جانو تحيه من العمال بيشوفونا هلا. فصغيره الحلوه ايش اسمها؟ الصغيرة ايش اسمها؟ اسمها غنم. فرجيني يا عيني. لوين رايحين هلا؟ لوين رايحين؟ على القلعة. على القلعة. يلا حلو كتير. ما تنسوا انه في ضيافة على الطريق. حلو كتير. اهلا وسهلا. يلا 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 يلا. ايش اسمك انت؟ محمد رسلان. محمد بين الصف انت؟ خامس. بين مدرسة؟ مدرسة خير الدين الاسد. وين بيتكم؟ بدوار شعار. شاطر؟ ايه. انت مع بابا هلا؟ ايه. ايش اسمك؟ محمد جمال رسلان. ايه محمد جمال. ايش تشتغل؟ سكب على بلاستيك وعلى نيني. وقبل ايش كنت تشتغل؟ هاي مصلحتك من قبل؟ الله بيرك حاليا. بيرك حاليا. يلا الله يقويك ويعطيك شغل. والولاد مرحبا.
قولوا لي اساميكم. أنيتا إليسيا شربيل. اسمك؟ عبود. اسمك؟ يعقوب. انتو بينا مدرسة؟ فرح. كيفكم سيدة فرح؟ وانسة ايش اسمك انتي؟ متطوعة بينا جمعية؟ تريبل اس دي. كتير كويس. حضرتك تلي مين انت؟ انا اسمي هادي عيد، انا من مريمين. مريمين حلو كتير. كتير كل يوم مع بطلع بقول لك انا هادي عيد. هاي لك ايش اللي زينة مرحبا. وين واقفة زينة؟ انا عن باب النصر. عن باب النصر هذا ولا باب الحديد؟ باب الحديد. باب الحديد هذا حلو كتير. شو الضيافة؟ ايش بتبيع انت؟ غزل البنات. انت بتصنعهم؟ لا معيش. بتعيش. الله يعطيك العافية. ايش اسمك؟ اياد. اياد عندك اولاد؟ متجوز؟ متجوز عندي ولد. عندك ولد ايش اسمه؟ الله يخليك. محمد وحيد. محمد الله يخلي لك يا. يلا كويس تفضلوا. اهلين لوما مرحبا. كيفك؟ تحفه. شو وينك انت هلا؟ تحت باب الحديد. تحت باب الحديد. باي اتجاه نحن رايحين؟ اتجاه الالعاب. اتجاه الالعاب. شو انطباعاتك الاولى؟ انه نشكر الله في حياه. في حياه. بالرغم من كل شيء أكيد. الباب الحديد مفتوح ما مسكر. من اهل حلب اللي عايشين بحلب وحيويتهم، واكيد من محبه الناس اللي برات حلب. يلا حلو كثير. يلا تنكمل. مرحبا. اهلين. ايش اسمكم انتو؟ انا مايا. انتي مايا؟ يوسف. وانتي؟ يسرا. سمعيني يسرا. اي بين صف انتو؟ ثالث. ثاني. اول. شاطرين. بين مدرسه انتو؟ بورسعيد. حفظ الجسري. اي طيب قولوا لي هلا انتو وين موجودين؟ ايش اسم هذا الباب اللي عدينا فيه؟ هين مع ماما كمان؟ نعم. يلا تفضل تنشوف الألعاب من بعيد. ايش هي؟ بوسه هنا موتوني هلا. الله يسامحكم. استاذ زكي تفضل. شو عم تاكل؟ عم باكل فلافل. ايش الفلافل استاذ زكي؟ الوطن. ايش يعني فلافل زكي؟ هي فلافل ما موجود منها غير بسوريا وفلسطين بلاد الشام، يعني هي بكون فيها بندوره كمان. والفلافل ما بعرف من ايش مكونه. لا ايش مكونه؟ ما بعرف. لا مو انا بس باكل كثير طيبه يعني. طيب هون عم نعدي بمنطقه هذا عجب. ايش كان هون؟ شيء عثماني. شيء عثماني؟ وهي واضح من الشعار تبعهم الدوله العثمانيه بالنص الاخضر. كان دحموا كل العالم بالعربيه. حلو كثير. دحمي هيك. ما خلوا حد يعدي الثاني. هذول مرحبا هجي. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. إيش تشتغل حضرتك؟ نجار. نجار إيش خاصة؟ نجار عديمة، عصي كريكات، عصي أزماط، هيك شغلات. أنت بتذكر شيء إنه كان يجي شباب كشاف ياخذوا عصي؟